واحد بيقول نقول ان الله يرعى كل انسان ويدبر حياة كل انسان وليس هناك شيء يحدث بالصدفة ولا يجرب الانسان فوق طاقته. فما هو تفسير ان تكون هناك مشكلات او تجارب جماعية مثل تأخر سن الزواج والأمراض والأوبئة وما إلى ذلك؟ تأخر سن الزواج هو نتيجة للبطالة. لما بيكون في بطالة واللي بيتخرج من الجامعة ما يلاقيش شغل، مش يقدر لا يكون بيت ولا يعمل أسرة ولا يتجوز ولا حاجة. فنتيجة كده ما بيقدرش يتجوز، وبالتالي سن الزواج عند البنات بيتأخر، وبالتالي بتحدث أخطاء عاطفية كثيرة نتيجة الناس مش لاقيين يتجوزوا لكن لاقيين يغلطوا. لكن دي ما تقولش البطالة دي من تدبير ربنا. ربنا ما قالش كده. والأمراض والأوبئة، والأمراض والأوبئة ليها أسباب كثيرة طبعا، لكن ما تقولش برضو ان الامراض والاوبئة من تدبير ربنا.